السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. النهارده معانا قراءه برج الجوزاء الفتره القادمه باذن الله. صل على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. برج الجوزاء، تنزل في الكومنتات وتكتب لي سيدنا يونس لما كان في بطن الحوت قال ايه الدعاء اللي ربنا نجاه. انزل واكتبه بالنيه وان شاء الله باذن الله ربنا ينجيك. اخر الفيديو هنختار الرساله بتاعتك من ربنا ونشوف رسالتك فيها ايه. يلا يا برج الجوزاء نشوف توقعاتك الفترة اللي جاية. الجوزاء عنده حالة ركود. بص يا برج الجوزاء، انت دايما اقولك ان انت بتدور على الاحتواء وبتدور على الشخص اللي يديك، ما ياخدش منك، اللي يزود طاقتك ما يسحبهاش. بس خلي بالك من شخص عامل حبيبك بيتفق على اذاك وعايز يأذيك بكل الطرق، حواليك زن وحوالين كلام مش سايبك في حالة. احتفظ بأسرارك لنفسك علشان مفيش حد هينفعك، مفيش حد هينفعك. بص يا برج الجوزاء، انت بتحب الحياة، دايما وفي، قلبك طيب، بس عايش في كوكب الخيال. في كمان شخص غايب عنك من فترة، هيبقى في تواصل بينك وما بينه الفترة اللي جاية، وهيوصل لك فلوس كمان عن طريق حد بعيد عنك، وهترجع تساوي أمورك وهترجع تعيد حساباتك. عندك خبر حمل أو خبر تغيير جذري في حياتك بإذن الله بفضل ربنا. محسود الجوزاء، حسد كبير. بص يا برج الجوزاء، عندك تقلبات في بعض الأمور، بس هيكون عندك فترة إيجابية. أنت عندك فترة راحة، عندك خيبات أمل في حاجات كتيرة جدا. طول عمرك عايش تتنازل، هتفضل لحد إمتى تتنازل؟ وعشان كده ما بيكونش عندك استقرار أبدا، نفسيا خالص أو معنويا، بسبب التوتر والحيرة. بس خلي بالك، عندك عرض ارتباط، عرض جواز هيتعرض عليك الايام اللي جايه، وهيبقى فيه رجوع علاقه من الماضي، فكون حذر وخلي بالك. ربنا هيكتب لك الخير مع شخص خمري البشره او ابيض شويه، وهيكون عندك فتره حل الامور باذن الله، وهتطلع من الفتره اللي انت فيها. ده مش كده وبس، كمان لو انت الفتره دي بتعاني من بعض الامور اللي متلخبطه، ده كله فتره معينه وهتدخل في فتره راحه. انت هنا عندك مساعدة لأشخاص كتيرة جدا، وبتحاول تحل حاجات كتيرة جدا في حياتك، وبتحاول تاخد خطوة في حياتك لقدام وتطلع من الطاقات السلبية. في كمان تقدم وراحة بال، وفي طريق هتمشيه الفترة اللي جاية هيكون خير ليك. في موضوع شاغل بالك الفترة دي كلها هيرجع يتفتح تاني، وهترجع ترتب أمورك من جديد، وهتحط النقط على الحروف، وهتبدأ تشوف انت عايز ايه. العاطفية عندك هتكون حلوة الأيام اللي جاية، علشان هيكون عندك انفراجات بخصوص قضية أو بشرة سارة أو بحاجة معينة. الفترة دي انت مركز جدا على الماديات، وحلمك هيتحقق، علشان عندك شخص هيعيد حكاياتك في قلبك تاني، وهيغير نظرتك في الحياة، وهتعيد حساباتك من بعض الأمور اللي في حياتك بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. برج الثور، برج الثور في حياتك ومش سايبك في حالك، وراك وبيراقبك يا برج الجوزاء، بيراقبك من كل الطرق. حاول تخلي بالك، انت اليومين دول يا برج الجوزاء بتحاول تهدي أعصابك وتاخد فترة راحة، وبتحاول تنظم حساباتك، تنظم أمورك، علشان حاسس ان انت متخان ومظلوم. في كمان استلام ورقة الأيام اللي جاية، وهتكون امضة حلوة. في عين حاسداك ومرصودة في حياتك، راشقة ومش سايباك في حالك، مش سايباك في حالك. شايفة كمان ان انت الفترة دي بتمر بإرهاق وتعب، ومش حاسس ان انت حياتك متكتفة. في رسالة جاية لك الأيام اللي جاية بإذن الله. كون حريص وحاول تستغل أمورك الفترة اللي جاية. بسم الله ما شاء الله يا برج الجوزاء، بسم الله. عندك تقدم اهو، مالك؟ فيك ايه؟ متضايق كده ليه؟ انت دايما حريص جدا ان انت تزعل اي حد منك، دايما حريص، ما بتحبش حد يزعل منك. عندك رجوع مع برج الحوت والعذراء والجدي الايام اللي جاية، وهتجيلك بشرة خير. بيقولوا عليك انك عصبي ومتسرع، انت عصبي بسبب اللي انت شفته في حياتك، بسبب اللي عدى عليك، حاسس ببعض اللخبطة، حاسس ان جواك حاجات كتير بس مش عارف تفسرها. في علاقة انت فيها بس خايف منها وقلقان ومش مستقر،
حاسس انه مفيش حاجة مترتبة الايام دي، بتعيد حساباتك وبتحط النقط على الحروف اهي، بس بالك مشغول وخايف، عندك حالة رعب، خايف من الحياة، خايف علشان انت متعود ان مفيش حاجة بتكمل عندك، بس خايف بقى من المرة دي ان المواضيع عندك ما تكملش، رغم ان عندك تفاؤل وعندك رزق يا برج الجوزاء، بس انت حاول تهدي نفسك وتهدي اعصابك علشان خاطر اللي انت مستحمله محدش مستحمله في حياته، فبالتالي هيكون عندك جزء من ظلمك، هيكون عندك تغيرات جذرية في حياتك، وعندك رسالة من ربنا الفترة اللي جاية بإذن الله، وإن شاء الله بإذن الله رسالتك اللي معانا النهاردة يا برج الجوزاء تكون من نصيبك. بص يا برج الجوزاء، انت بالك مشغول الفترة دي، مش مرتاح، مش مرتاح بسبب النق اللي عليك والكلام القال والكيل، حاسس ان انت لوحدك في كوكب الحياة، عندك ملل من اوضاع ومن توتر، دايما حاسس بالملل، نفسك تطلع من الروتين اللي انت فيه بس مش عارف تطلع منه ازاي، ولا تبدأ ايه ولا تعمل ايه، حاسس ان انت مفيش حاجة في حياتك كاملة، ارجع واقول العين رشقالك ومش سايباك في حالك، عندك مقابلة مع شخص الأيام اللي جاية هتكون مقابلة خير ليك، وهتكون عندك كمان أمور حلوة، ده مش كده وبس، كمان يا برج الجوزاء انت هنا متهيئ لك ان انت عايز تسافر، عايز تمشي من الواقع، ليه؟ بسبب الغدر اللي انت شفته من أقرب اللي هو من دمك ولحمك، من دمك ولحمك، اللي من دمك ولحمك يا برج الجوزاء مركز عليك ومش سايبك في حالك، أمال الغريب على كده يعمل في حياتك ايه؟ بسم الله، تحسنات على جميع الأوضاع الأيام اللي جاية، خطوة سريعة هتخطيها الفترة اللي جاية بإذن الله، وبشرة سارة، بشرة سارة هتفرح قلبك من جديد، وهتبدأ تعيد حساباتك، وهتبدأ تنظم أمورك، بس في إيه مالك بقى؟ متضايق ليه؟ ما انت هو عندك مناسبات حلوة، وعندك انطلاقة جديدة، وكمان احداث، امال مالك يا برج الجوزاء؟ عارف انت يا برج الجوزاء ناقصك ايه؟ ناقصك حد يدخل حياتك يحسسك بالامان، يحسسك بالراحه، جواك كركبه كتير واسئله كتير، بتقول يا رب انا ليه بيحصل لي كده، انا بتعامل معاهم بنيه صافيه، ما هي دي المشكله يا برج الجوزاء. برج الجوزاء مشكلتك ان انت بتتحمل حاجات محدش يقدر يستحملها، وبتقف جنب كل الناس وما بتضغطش على حد، بالعكس بتضغط على نفسك انت، وبتستحمل كلام ممكن يتعبك، بتستحمل حاجات محدش يستحملها، وعشان كده دايما اقول لك احذر من اشخاص حواليك بيستغلوك، بس انت بسبب طيبة قلبك مش حاسس، ولا بتعرف تفسر ما بين الشخص اللئيم ولا الخبيث، وثقت في اشخاص خربوا بيتك وخربوا املك في الحياة، بس ربنا هيعوضك خير عن كل اللي فاتك. في كمان تليفون هيجي لك حلو، هتحكي فيه حاجات حلوة، بس خلي بالك عشان التغيير الإيجابي اللي داخل حياتك، انت هتاخد حقك بإيدك في حاجة معينة شغلة بالك الفترة دي، حياتك هتتقلب، وجع قلبك اللي انت شفته ده هينتهي، وهتدخل في فترة حلوة، وهيجي لك الشخص ندمان وحزين ويقول لك آسف أنا ندمان، القرار هيكون قرارك، انت اللي هتقرر تكمل ولا تبعد، هدفك قدامك، هيبقى في تواصل مع شخص هيديك الامان من جديد، اللي فات هتنساه، وهترجع تعيد ثقتك بنفسك وثقتك بحالك، هتتفتح لك ابواب كتيرة حلوة، وهيبقى كل حاجة واضحة قدامك، هتاخد قرار يخص حياتك الفترة اللي جاية يا برج الجوزاء. بسم الله. كمان للمنفصلين، طاقة ايجابية وطاقة رجوع، يا هل ترى عايزين ترجعوا لمين؟ يا هل ترى مين اللي شاغل بالكم ومركز على حياتكم قوي كده؟ مالك يا برج الجوزاء؟ فيك ايه؟ متضايق من ايه؟ حاسس بايه؟ انا شايفة ان انت عندك الصحة تعبانة، محسود ومتضايق ومخنوق من حاجات كتيرة جدا في بالك، وحاجات كتيرة جدا مش عارف تتخلص منها، امورك متلخبطة اول يومين دول، تفكيراتك بطريقة ايجابية بطريقة سلبية، بتفكر في الشغل، بتفكر في النقلة، بتفكر في الخبر الحلو، بتفكر في الحاجة اللي محيراك تخص الاهل والامور المادية، صح ولا غلط؟ مصاريفك زادت الفترة دي ولا لأ يا برج الجوزاء؟ في حاجات مش واضحة عندك، عندك شخص كنت مديله الامان هز ثقتك، بس ما تقلقش، عندك رضا تام من الايام اللي جاية، اصبر على من اذاك،
وشوف بشرتك من ربنا، في حد بيحبك قوي هيكلمك الفترة اللي جاية، وفي دعم حلو، والله في دعم حلو ما شاء الله. عايز اقول لك كمان يا برج الجوزاء ان يعني عندك انطلاقة. طب نقول نتكلم ثانية على فتاة الجوزاء. فتاة الجوزاء ما تديش حد مساحة، ما تديش حد اكبر من حجمه علشان خاطر ما تخسريش. برج الجوزاء عندكم هنا هدوء وراحة ومناسبة، انت مستني الايام دي تخلص عشان حاسسها تقيلة على قلبك قوي بسبب الغدر والخيانات اللي انت عشت فيها الفترة اللي فاتت. عايز حاجات كتيرة جدا ومش عارف توصل لها ازاي بسبب ان انت خاب ظنك في ناس كتيرة جدا الفترة دي. بانتظارك خطوة حلوة، حاول تستغلها، بس هتستغلها ازاي وانت عيونك مغمضة؟ في حاجات مش عارف ان انت تستقر فيها ولا حاجات تبدأ فيها ازاي، وعلشان كده عندك هنا راحة، راحة بال الايام اللي جاية. انت مريت بأزمة الفترة اللي فاتت وكنت مخنوق ومتضايق، حان وقت بقى ان انت تفرح، حان وقت تبص لنفسك، ادخل في الطاقة الايجابية. الناس اللي عاشت واللي كملت دي واللي وقعت قامت تاني، محدش عالي مرة واحدة. انت ناوي تطلع السلم وبالفعل هتطلعه وهتطلعه بالخير ان شاء الله، بس هتطلعه ازاي وانت متضايق؟ انت متضايق، انت كاره الوضع اللي انت فيه، كاره الوضع اللي انت فيه بطريقة رهيبة بسبب الخلافات اللي حصلت بينك وما بين من تحب، بينك وما بين بنت تحب، اظلموك وكسروا بنفسك وعملوا لك حالة ركود رهيبة لدرجة ان انت انسحبت حتى من حياتك وما بقاش ليك نفس ان انت تصاحب ولا تتكلم. طب ليه ده كله يا برج الجوزاء؟ ده انت كنت طيب معهم وكنت جدع، ده انت معروف عنك بالحنية وبالاخلاص، معروف عنك بطيبة القلب، معروف عنك ان انت بتحب الامور، بتحب الحياة البسيطة، بس عندك ناس غامضة في حياتك، في شخص غامض في حياتك، تعبك نفسيا. خلال 3 ايام هيجي لك خبر حلو هيعوضك شوية عن اللي انت شفته في حياتك، بس احذر من المقربين اللي حواليك اللي مش كويسين وحاسدينك على ابسط الامور اللي في حياتك. ما يعرفوش انت تعبان ازاي في حياتك، وضعك الفترة دي متلخبط بسبب الكلام اللي بيتقال عليك، وبسبب انه في اشخاص مركزين جدا في حياتك ومش سايبينك في حالك، وعلشان كده انت قلقان وحاسس ان انت حزين. الورق اللي بالك مشغول بيها تمضي الورق الايام اللي جاية، والحاجة اللي انت بتتمناها هتحصل. في حد واقف ضدك، في حد واقف ضدك، خلي بالك منه علشان انت هتكتشف كذبته وهتخرجه من حياتك وهترميه بره، وهتعمل حدود من جديد بينك وما بين كل من اذاك وعداك، كل من اذاك وعداك. انت هنا قلبك مطمن علشان عارف ان ربنا هيكبر بخاطرك، وعارف ان ربنا بياخد منك حاجة وبيكرمك بحاجة اكبر، بيكرمك بالخير وبالرزق. معروف عنك يا برج الجوزاء ان من كتر طيبة قلبك مشاكل كتير، بس عايز اقولك هالحاجة، عندك فرحة حلوة، صداقة بينك وما بين شخص هتدخل في علاقة حب، عندك كمان انطلاقة جديدة وفترة خير وفترة انطلاقة حلوة، بس احذر من تركيز ناس افاعي لابسين وش الملايكة. ايوة لابسين وش الملايكة، عاملين لك كده يا برج الجوزاء ان هم احبابك وان هم بيحبوك، بس هم لو طالوا ياكلوا في لحمك صدقني مش هيتوصوا. فلازم تاخد حذرك وتاخد بالك وتنتبه كويس جدا على كل من اذاك وكل من ظلمك. الغدر والخيانة موجودين في حياة كل انسان، بس في غدر وخيانة بيبقى زايد عن حجمه يا برج الجوزاء، فلازم تهدي اعصابك. عندك هنا طاقة حروف، عندك حرف الالف، حرف السين، حرف الواو، حرف الميم. الحروف دي ازياك ومش سايبينك في حالك. ايوة ازينك ومش سايبينك في حالك، بيتكلموا عليك وكسرين بنفسك. عبر عن حبك يا برج الجوزاء، لو بتحب حد عبر عن حبك، ما تكتمش علشان ما تندمش. انت معروف عنك ان اللي انت بتحسه بتحكيه، بس في حياتك العاطفية بسبب اللي انت شفته ما بقيتش تتكلم ولا بقيت تعبر، بدأت تسكت. رغم ان سكوتك وجعك، السكوت ده وجعك، بس بتقول انا اسكت احسن معيش في خيبات امل وكمان في مشاكل.
يعني انت دلوقتي بتفضل السكوت، ولا ان انت تتصدم في اقرب مليك، ولا ان انت قلبك يوجعك، ولا الحاجات دي كلها. انت عندك الايام اللي جايه فتره راحه وفتره تغيير، بس تهدي اعصابك وتهدي نفسك، علشان لما انت هتهدي اعصابك وهتهدي نفسك هتدخل في فتره راحه وفتره تغييرات جذريه في حياتك. خلي بالك، برج الجوزاء من اكتر الابراج اللي معروف عنك الحسد والسحر اللي دمرك نفسيا، اللي خلاك حصل فراق بينك وما بين شريك حياتك وعطل فرحتك. ده مش كده وبس، كمان ده بيجي لك شعور بالخنق واكتئاب وحزن على طول بسبب السحر، الم في اسفل الظهر، تساقط شعر، بتعاني من اعراض كتيره جدا في جسمك، بس دايما بتقول الحمد لله، دايما بتقول الحمد لله. برج الجوزاء انت معمول لك سحر ببعض العراقيل، جواك قلق، جواك خوف، جواك توتر وحيرة، ناوي على شراء حاجات كتيرة جدا، والأيام اللي جاية هتشتريها. حواليك تعابين، وديني بقرر لك تاني، حواليك تعابين وخيانة ومش سايبينك في حالك، بس ما تقلقش، معاك رب مش هيسيبك أبدا في أذى، مش هيسيبك أبدا في توتر. اليومين دول انت بتشعر بحالة كسل رهيبة يا برج الجوزاء، حالة كسل، ما بقاش ليك نفس بسبب الضغوط النفسية اللي بتظهر على وجع جسمك، الصداع والألم اللي مش طبيعي، النوم عندك متلخبط جدا من كتر التفكير، ولما بتنام بتحلم. الحالة دي مؤثرة عليك ومؤثرة على حياتك وعلى أولادك وعلى حاجات كتيرة جدا في حياتك، لدرجة ان انت بقيت عصبي جدا ومبقتش مستحمل اي كلمة ولا مستحمل اي حاجة. زعلان، انت زعلان على نفسك، زعلان على اللي انت قدمته ملقتهوش ابدا. كل ما بتقول خلاص هختار شريك حياتي بيطلعوا مزيفين وبيطلعوا خاينين، ما بتلاقيش ابدا تعويضك في حياتك يا برج الجوزاء انت. بس ما تقلقش، ربنا هيعوضك وهينجيك، ربنا هيعوضك وهينجيك عن كل اللي انت شفته. واقدر اقولك ان انت حان وقت ان انت تودع احزانك وتشوف امورك اللي هتتفتح قدامك باذن الله. انت يا برج الجوزاء معروف ان انت مؤمن جدا بحياتك، بس بالك مشغول وبتعاني الايام دي بالاخص من التوتر والقلق والحيره، حاسس ان الايام دي تقيله على قلبك ومش راضيه تعدي. تفائل، الخير قادم ليك، الاسبوع اللي جاي ده محتاج منك مجهود اكتر، لان نجمك هيلمع من جديد ورزقك هيزيد، وهتحس باوقات فيها خير ورزق، بس انت دايما حاسس انه في حد مكتفك وحد بيراقبك وبيتابعك. ما تخافش، احساسك ده بسبب التوتر والحيره اللي انت بتمر فيها. لازم تغير عاداتك، تغير طاقات تفكيرك، تغير حاجات في حياتك علشان تدخل على فتره الراحه وفتره السعاده اللي انت بتحلم بيها. ارجع واقول لك تاني، السحر هو اللي معمول لك، اللي ملخبط حياتك ومخليك بتشعر بحاجات كتيره جدا غريبه ورهيبه. ايامك اللي جايه هيكون فيها تعويض من ربنا، انا عارفه ان انت خسرت حاجات كتيره جدا، الايام اللي جايه هيكون في تعويض حلو. شخص ظلمك من فتره كبيره هيبدا يعيد حساباته وهيحاول يرجع لك او يرجع لك حقك باذن الله بفضل ربنا. في محاوله عملتها وفشلت في حياتك، محاوله وعملتها وفشلت في حياتك، انت محتاج الايام دي يا برج الجوزاء حاجه تدعمك تغير من نفسيتك، حاجه تديك انطلاقه جديده. وبالفعل هيكون عندك انطلاقه جديده وحاجه هتدعمك وهتغير من حياتك. اقدر اقول ان الفتره اللي جايه دي فتره وجودك، ان انت تثبت نفسك، يعني دي فترتك انت ثبتت فيها نفسك خير. انت ما بتشتكيش غير لربنا بس، علشان بتقول الشكوى لغير الله مذله، ودايما ماشي على المبدا ده. من اطيب الناس برج الجوزاء والله، بس دايما حظهم قليل ومش لاقيين راحتهم، بيسامحوا وبيدوا وما بيأذوش وما بيتكلموش على حد. فتاة الجوزاء دي دايما مهمومة ودايما حظها قليل، ودايما كده عند كل ما تقول هانت بترجع أسوأ مكانت، بس ده ما يدلش ان انت ما عندكيش انجازات، عندك خير. اي نعم انت بتعاني من بعض التوتر، من بعض الحيلة، من بعض المشاكل، بس ده كله هياخد فترة معينة وهتطلع من اللي انت فيه بإذن الله منصورة، وكمان عندك تغيرات جذرية، وربنا بسبب ان هو بيحبك، ودي هتلاقيها علامة، هيكشف لك نوايا كل الاشخاص اللي حواليك قدام عينك، هيكشف لك وشهم الحقيقي، وهيزيل من وشك الاشخاص اللي اذينك واللي ظلموك.
كل اللي اذوك يا برج فتاة الجوزاء هياخد لك ربنا منهم حقك، وهيكون عندك بشرى سارة بفضل ربنا سبحان الله وتعالى الايام اللي جاية. لا تيأس، لو انت رجعت خطوة لورا ما تنساش ان السهم يحتاج ان هو يرجع لورا علشان يرجع تديه بقوة للامام، تذكر كده ابدا. فلما انت بترجع خطوة لورا عشان بتفشل، ما تنساش ان انت بتجهز نفسك لخطوة كبيرة والخطوة جديدة، وده كله بيدل ان انت دايما هتكون عندك انطلاقات وعندك تغيرات جذرية بفضل ربنا. ارجع واقول لك على حاجة يا برج الجوزاء، مش عايزاك تثق في اللي حواليك، اكتم اسرارك لنفسك وما تتكلمش عن اي حاجة تخص حياتك. ايام الحزن والهم دي خانت وقتها وخدت وقتها وراحت، حان وقت ان احنا نشوف ناس جديدة، نتعرف على ناس جديدة، ونشوف ايه اللي مستخبي في حياتنا وننتبه عليه كويس جدا. عرض، صفقة، حاجة جديدة هتدخل على حياتك الايام اللي جاية. ارجع واقول لبرج الجوزاء، الرزق اللي جاي لك وفير، بس ما تضيعوش في حاجات ملهاش لازمة. كون حويط علشان الرزق مش كل يوم، فكون حويط على نفسك وخلي بالك علشان انت بتمر بضغط، فمش عايزة الضغط ده يأثر عليك، مش عايزة الضغط ده بيأثر عليك. عايزاك تستغل كل حاجة تدخل حياتك وتدخل في امورك. الفوضى والكركبة دي انا مش عايزاها، ارميها ورا ظهرك، هتتفتح ليك ابواب كنت فاكرها مغلقة، هتعيد ثقتك وهتعيد حساباتك وهتعيد امورك، وهتدخل في فترة راحة، وافتكر كلامي كويس جدا، تدخل في فترة راحة وهتدخل في فترة امور حلوة، وهتحسن من نفسيتك. مش كده وبس كمان، ده انت هتطلع من الحيرة والدوامة اللي انت فيها، رزقك جاي، رزقك قادم، بس خلي بالك من نفسك، خلي بالك من نفسك ومن حياتك، علشان انت مش ناقص، اللي انت فيه محدش يقدر يستحمله. فهدي اعصابك وهدي نفسك، وكون حويط شوية يا برج الجوزاء، اديني بقولك كون حويط وانتبه شوية على نفسك، واكتم سعادتك وما تحكيهاش ابدا عن اي حد يخص حياتك. مش كل اللي انت فاكره احباب يبقى حبيب، ولا كل اللي انت فاكره قريب يبقى قريب. بلاش انت بس من كتر طيبة قلبك اللي بتقرب لناس لحياتك على الفاضي وعلى المليان. بالنسبة لقلبك، قلبك هيرجع يدق من جديد وهتاخد بصمة خير، بس قلبك مهموم وحزين من كتر الضغط اللي انت شفته في حياتك. نشوف رسالتك من ربنا بتقول ايه. بسم الله. سيجبرك جبر يتعجب له أهل السماوات والأرض، وسيطمن قلبك بكل ما تتمناه، فقط قول يا رب. ايه تاني يا برج الجوزاء؟ نختار لك ورقة تاني برضو، احنا مش هنستكفي بورقة واحدة. بسم الله. سيعوضك عن كل دمعة نزلت من عيونك ومن كل وجع شفته، وهيفرح قلبك وهيفرج همك وهيسر امرك، بس انت قول يا كريم. عايز ايه تاني؟ قول لي بقى. الفيديو ده يستاهل منك الدعم ولا ما يستاهلش؟ يستاهل انت تدخل وتشترك في قناتنا التانية ولا ما يستاهلش؟ قول لي الفيديو ده اللي قول لي يستاهل منك ايه، واكتب لي في الكومنتات. وما تنساش طبعا ايه، ان انت تشترك في قناتنا التانية وتستفاد من بعض الفيديوهات اللي فيها علاج لحياتك. تحياتي ليك يا برج الجوزاء.